على مدى العقود الماضية وظفت السلطنة إيرادات النفط للتأسيس للمرحلة الحالية والنهوض بالإنسان وبناء وتطوير العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فوصلت إلى مراتب متقدمة في كثير من المجالات الحيوية ومهدت لمراحل التطور القادمة. اليوم ونحن نتطلع بشغف إلى مستقبل عمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، فقد حان الوقت الذي ينتقل فيه الاقتصاد والمجتمع من مرحلة الاعتماد على الموارد الناضبة إلى مرحلة الابتكار والمعرفة، مستفيداً من الفرص الناتجة عن المتغيرات الإقليمية والدولية. تسعى السلطنة إلى أن تبني اقتصاداً قائماً على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص واستثمار الميزات التنافسية للسلطنة، وتعمل في إطار مؤسسي متراب من السياسات والتشريعات الاقتصادية المواكبة للمتغيرات، بما يحقق الاستدامة المالية وتنويع الإيرادات العامة، ويؤسس لرؤية مستقبلية لمجتمع معرفي ممكن، إنسانه مبدع معتز بهويته وثقافته، ملتزم وقيمه، ينعم بحياة كريمة ورفاه مستدام، عماده رعاية صحية رائدة وحياة نشطة وتعليم شامل يضمن منظارات المستقبل. إن التركيز على رفع جودة التعليم المدرسي والتعليم العالي وتطوير المناهج والبرامج التعليمية يصبو لأن يصبح خريج النظام التعليمي مؤهلين لدخول أسواق العمل المحلية والعالمية بقدرات وإمكانات ومهارات منافسة تلبي مستويات الإنتاجية والتنافسية لبناء اقتصاد معرفي وتعزيز الأمن الوظيفي. أصبح من الضرورة في الوقت الحالي كمية ونوعية في مجال البحث العلمي والتطوير من خلال التركيز على توفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة تدعم عملية البحث العلمي التطبيقي المعزز للابتكار في مختلف المجالات، كما يستوجب تضافر الجهود أيضاً لإيجاد منظومة وطنية تعنى بالموهوبين والمبدعين وأصحاب الأفكار الريادية وتوظيفاً أفضل للقدرات الوطنية. بمشاركة جميع الفاعلين من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني، يتم التوسع في منظومة توفير الرعاية الصحية الشاملة والعادلة في مختلف محافظات السلطنة، كما تتشكل ثقافة ضرورية لصياغة العلاقة بين المجتمع بحيث يزداد الوعي المجتمعي بمفهوم الصحة مسؤولية الجميع، كما يتم تجاوز المسافات وأفضل الخدمات الصحية بمعاييرها العالمية لأبناء السلطنة والقاطنين فيها. يعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به السلطنة فرصة كبيرة في مجال تطوير الشراكات التجارية وتوسيعها في مختلف دول العالم. من خلال هذا الموقع تسعى السلطنة إلى أن تصبح محط شراكات استثمارية بين القطاع الخاص العماني ومجتمع الأعمال الدولي، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خصوصا النوعية منها طلب العالمي الجديد، بما يدعم مكانة السلطنة لتكون مركزا تجاريا عالميا. تعد الموانئ أحد المكونات الرئيسية لقطاع الخدمات اللوجستية، وقد شهدت العمانية على مدى السنوات الماضية تطويرا مستمرا نظرا لأهميتها في تحقيق التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات. يسهم النقل الجوي إمكانيات اللوجستية من خلال تسهيل حركة الشحن الجوي من السلطنة وإليها.
يعد قطاع النقل البري أحد المكونات الرئيسية لقطاع اللوجستيات وأحد أسباب نجاح القطاع في تحقيق أهدافه. وقد عملت السلطنة على مدى السنوات الماضية على النقل البري لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياحية. ترتبط عملية تحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي للمجتمع بمواكبة مختلف التشريعات الوطنية والاقتصادية والقضائية لمسيرة النمو، كما تستدعي مراعاة الفصل بين السلطات والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية وبناء ثقافة قانونية بالحقوق والواجبات لدى أفراد المجتمع بشكل عام. وبالتوازي مع ذلك تمثل منظومة الرقابة الفاعلة جوهر النظرة المستقبلية في رؤية عمان 2040 عبر تطوير منظومة رقابة شفافة ونزيهة تساهم في حماية الموارد الطبيعية والمقدرات الوطنية للسلطنة التي تعد ملكا للجميع. يتمتع الجهاز الإداري بمقدرته على تحديد الأولويات والموائمة بين أهداف الجهات الحكومية المختلفة وقدرته على ضبط الإنفاق العام وتحسين مصادر الإيرادات الذاتية للخزينة العامة من خلال حوكمة المشاريع الحكومية وتوزيعها على محافظات السلطنة وكفاءة وفاعلية. الاهتمام بالتراث المادي وغير المادي علامة بارزة للهوية العمانية، وذلك انطلاقا من أن الحفاظ على التراث العماني وحمايته بكل أشكاله وامتداداته بما في ذلك مجال الآداب والفنون والآثار وغيرها يشكل ضرورة حيوية للحفاظ على استمرارية الهوية والطابع الخاص للشخصية العمانية بكل رصيدها التاريخي والحضاري الضارب في عمق التاريخ. يقوم المجتمع عامة ومؤسسات المجتمع المدني خاصة بدور فاعل في المحافظة على الموروثات الثقافية والتاريخية من خلال نشاطاتها المختلفة الممكنة والمدعومة من قبل الحكومة والقطاع الخاص. والمهم في تطوير ثقافة الشباب العماني وإيجاد التوازن بين موروثات الحضارة ومرتكزات الهوية من جانب، والتطورات التقنية وتوظيف استخدامها بالطريقة المثلى المساندة لبناء المجتمع المعتز بهويته من جانب آخر. تتمتع السلطنة بمقومات جذب سياحي فريدة ومتميزة تتوزع بين المناظر الطبيعية ذات الجذب السياحي وشواطئ رملية تمتد لأكثر من 1700 كيلومتر وصحار رملية ووديان جبال. السلطنة مقصدا ومزارا للكثيرين من الباحثين عن الاستجمام والاسترخاء. في الوقت الذي تتواصل فيه خطط التنمية وتعاطها أرجاء السلطنة، كان لابد أن يتواكب مع هذا الزخم ويتوازى مع هذه الإنجازات بناء سواعد قوية تصون منجزات ومكتسبات الوطن وتحفظ عمان آمنة مستقرة ينعم شعبها بالخير والطمأنينة. حظيت قوات السلطان المسلحة باهتمام خاص شمل جوانب متعددة، منها التسلح بأسلحة حديثة متطورة وتدريب القوى البشرية على التعامل الكفء مع مختلف الأسلحة حديثة التقنية، مع تدريب متواصل على القتال الدفاعي والهجومي في مختلف الظروف البيئية والمناخية لتكون على أعلى درجة من الجاهزية، والتأهيل العلمي المستمر للقيادات في مختلف المعاهد والأكاديميات. تواصل شرطة عمان السلطانية مسيرتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار بتسخير
المادية كافة لتحقيق ذلك، وهي تفخر بما أنجزته من تقدم وتطور في كافة المجالات الخدمية والأمنية والإنشائية في سعيها إلى تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان. وقد عززت شرطة عمان السلطانية المنظومة الأمنية والخدمية بافتتاح العديد من المنشآت خلال الفترة الماضية، وعت بين قيادات للشرطة ومراكز شرطية بالولايات ومبان للخدمات ووحدات للمهام الخاصة. يتجه الاقتصاد العماني إلى بناء قاعدة متينة على أساس التنويع الاقتصادي، مع الاهتمام بالتنوع القائم على أساس التقنية والمعرفة والابتكار، كما أن مستقبل الاقتصاد العماني القائم على التقنية يتيح إنتاج سلع وخدمات تنافسية يرتفع فيها المكون المعرفي والتقني، بحيث تسهم في تنمية الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية في أغلب الأنشطة والقطاعات كالسياحة والتعليم والصناعة، بما فيها الصناعات المعتمدة على النفط والغاز، بحيث يشكل الابتكار القاطرة الجديدة للنمو. إن الاستراتيجية المستقبلية في مجال إدارة الموارد الطبيعية تركز على تطوير المصادر غير التقليدية من الموارد الطبيعية، كاستخدام مختلف أنواع الطاقة المتجددة التي تساهم في تخفيض الكلفة على القطاعات الإنتاجية وتعزيز تنافسيتها، إضافة الأخضر واستراتيجياته في تطوير مشاريع البنية الأساسية للسلطنة، والتوجه نحو وسائل الطاقة البديلة كالرياح والشمس وغيرها بما يعزز الاستدامة البيئية. إن تحقيق التنمية المتوازنة يتطلب وجود سوق عمل ذي منظومة تشريعية كفأة يحقق مبدأ الفعالية ويحفز استيعاب القدرات الوطنية القادمة من مخرجات النظام التعليمي، كما تعزز تشريعات سوق العمل المرنة دور القطاع الخاص في توفير فرص عمل للشباب العماني المؤهل بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى مواكبة سوق العمل العماني في تركيبته للتطورات العالمية في مجال وظائف المستقبل. أمام هذه التحولات والتحديات تقف مفترق طرق، فإما أن تتجاهل هذه التغيرات والتحولات وتستسلم لسياسات الرمال المتحركة من حولها، وإما أن تستفيد من فرصها فتعيد صياغة الأدوار التنموية داخلياً وتتوجه نحو العالمية بانفتاح مدروس. وعلى الخيار الثاني يأتي الرهان المستقبلي لرؤية عمان 2040.